طلعت ريم بحالها جاي، مش حدا بس هذا، بس بدك تعرفيها بقى مين ريم. ها هي ريم. اي هي هاي. هاي اذا كنت ريم تفضلي. قلت لك هاي ريم. لا قلت لك هذا خالك. مرحبا. متزوجي وهي بنته. سلم بابا سلم، هذا ابني سلم. ما قلت لك انه لا يمتك يعني؟ انه ما افتكر اني ما بحثتي عنها طول الفترة هاي. مو على السبب. والله طلعت على درعا شي 3-4 مرات. يقولوا لي مو هون بالسعودية. مرة يقولوا لي بالغزلانية، مرة أنا أروح بنفسي يعني أخذ معي جماعة وروح نسأل بالشلال في شاب مو هنيك بالغزلانية مو حران العوامية بدرعة. طلعت مرة صرت على النفوس في واحدة تقرب. إيه هلا ما مشكلة تفاصيل. سلموا كمان هاي أخواتها لاريم. أهلا وسهلا. يا ميت أهلين. مرحبا. هاي أخواتها. أنا استشبهتك بهيثم. فهد الجزائري. تفضل تفضل تفضل. هلا هاي أختها كمان. هاي أختها كمان. أهلا وسهلا. والله من بعيد يمكن هيثم من الجزائر جاي معه ابن ابي ياسين اذا بتعرفه. وجوههم خذوا قربوا شوي لهون. قربوا شوي لورا لو سمحت. في جاي لا ترسيع. ليش لك ابو خالد جيبه معك. ها انتبه. ها خذوا معك على الشنطة. الحمد لله. شو حاسس؟ الحمد لله رجعت لي بخير والسلامة. أنا حاولت أدور عليها كثير، لو أنا من أول بعرف وين رحت لها. آخر أمل كان لي خبرني يا طير.